أيها المشاهدون المحترمون، هيدا المسلسل هو مؤلف من الألاف للياء، فإذا صدفت وطلع اسم حدا منكم بيشبه اسم شخصية فما ياخدها شخصية، ولأنه مسلسل واقعي فكتير وارد يصير هالشي. يعني بالعربي نحن عم نرفع مسؤوليتنا تجاه كل من يظهره التحقيق متورطا، إن كان بحضور المسلسل هو وقرايبينه وعموم العائلات في الوطن والمهجر، أو سمع أو قري عنه، فاقتضى التوضيح وسامحونا. أنا وياكي عم نظهر سوا وباس روجي شريف عاقل، بعدين هو مغروم فيك. ما تخاف إلا من البحر الهيدا حبيبتي. بليز ما تخبري روجي. عن شو؟ عن المشروع. نجمة ولك ما أنا حايصة أكتر منك. إنه هنندين بحياته ونحن أكيد مراقبين. رح أعطيك العنوان وسلم عليك وفل، وأنت استدل على العنوان ودبر حالك. كم بيان جدوى بيي أبو منا؟ 50 دولار أبو منا. بعرف إنك مش طيبتيني، بس شو ما كان السبب ما رح أسمح لك تزليني. ما تفل. لبيب حنينة الملقب بالحنون. رامونا من هي قوليلي. ما بقدر أقول. أنا نجمة وهيك شغلة ما بتتخبى. لأنه رح خبره بس مش هلا. وينك يا زلمة؟ أنا وزينة. انت وزينة ناظم اللي ما دقيت لي على الموبايل. يعني قد ايه بدهم وقت تقريبا تا يخلصوا؟ شريف شو هيدي؟ هيدي المفروض تكون دعايتي لحفلاتي بالمطعم. ومين بده يغني بهالحفلات؟ المفروض انا. لا لانه اللي بيطلع بهالصوره يعني كثير صعب يحزر مين بده يغني بهالحفلات، انت او الفروج. الله لا يوفقك يا نجمه، الله لا يوفقك. عمهلك عمهلك، موضوع نجمه بده قعده طويله، اهم شيء نخلص من هالبهدله اللي معلقه على عواميد. كثير بشعين؟ لو يا عمي انت معقول راسك؟ حدا بجيب محل فروج يعمل له سبونسر؟ يا عمي بيجيبوا محل تياب، محل زهور، محل صرامه وما بتتعطل، بس فروج؟ ليك اذا تصغر شوي الفروج. شريف من قبر طلع بالسياره. الله يوفقك يا نجمه، الله يوفقك. بكير هالقد؟ لأنه كل الليل ما نايمة، كل وقت نام وقوم ونام وقوم. تروقي؟ ما لي نفس. أنت؟ ما لي نفس. هلا أنا فهمنا، بس أنت ليش زعلانة؟
ليه زعلانة؟ ما معقول عم بيصير معي، يعني مش طبيعي. شو عم بيصير معك؟ أنا كل حياتي ماشي على القانون، ما عندي حركات وما عندي قصص، يعني إنه لا بتعرفي شو، أنا خلص صرت آمن إنه في ناس بهالحياتي عمري ما لاحظ، ما لاحظ. شو ما عندك حركات؟ لا مش معقول يعني عن جد إنه إذا بدك تظبطي ما بتظبط، يعني خير مقصودة. شو هي المقصودة؟ صرت مهووسة يعني ولما بروح ولما بجي بتحب إنه مش معقول كانوا عايش معي. يعني شو؟ معقول؟ لا مش هو المعقول؟ لا أكيد. لا أكيد، لا لا تظبط معه على القد يعني أكيد. شو الأكيد؟ عم بيراقبني. عم بيراقبني. عم تراقبها؟ أكيد عزيز. هيدي عصابة كبيرة، يعني تجارة سلاح، سرقة، تبييض أموال. بس المشكلة إنه المراقبة لوحدها ما عادت كافية. خلص، لعيونك سيدنا. شو هو لعيوني؟ منبعت لهم التدخل سريع بتلمهم كلهم سوا، وبدكم بالحبس لالله يفرجها، كيف؟ شو؟ ما عجبتك الفكرة؟ هيك بس مش لنعرف من إني بالأول. منك مش اللي منعرفه. صعب القصة عزيز، مش هيني مش هيني. يعني ما بدك تكمشهم؟ بدي اكمشهم بس ما بدي نجيبهم لهون ونحقق معهم يومين ثلاثة ونرجع نفلتهم لعدم كفاية الأدلة. وشو لازم نعمل؟ عم فكر نزرع بيناتهم شباب من عنا. بالعصابة؟ بجنينة عزيز. آه طيب ايه بالعصابة شو بيك؟ ركز معي. مركز سيدنا مركز. إذا زرعنا بيناتهم ناس من عنا منعرف مين الراس الكبير، منعرف شو عم بيخططوا وكيف وإمتى. هيك بصير فينا نطب عليهم بالجرم المشهود وما بيكون عندهم ولا فرصة إنه يزمتوا. أنت عم تراقبهم؟ هلأ إذا نحن عم نراقبهم من جوا هيك منعرف كل مخططاتهم، وإذا قرروا يتحركوا نحن منكون جاهزين. بس طالما عم تراقبهم إلا ما يغلطوا شي غلطة وبالآخر يقعوا، لأن هيك ناس معروفة شو هي آخرتهم، الحبس. ما بقى قادر أنطر، ضروري يكون في ناس من قبلنا معهم ومن جوا. بس سيدنا العصابة ما بيأمنوا لحدا هيك بالهين، الشغلة بدها تاخد وقت. عزيز شو بك؟ شو بك؟ ما مقعدك هون وعم خليك تفكر معي وتساعدني، ليه عم تحط لي عصر الدوليب؟ مش هيك سيدنا بس. بس شو قول؟ ماشي خلص. لك قول عزيز قول. سيدنا لشو الخاطر بشبابنا؟ كل واحد من هالشباب ضفره بيسوى 100 من العصابة، الدنيا مليانة حرامية، بتلقط واحد بيطلع لك 1000. إنه شو منعمل يعني؟ منتركن؟ لا سيدنا بس خيفان على شبابنا. الله الحامي عزيز، الله الحامي. نجمي نجمي صباحو يا نجومتي. بونجور. ولك بونجورين. يلا قومي عملت لك قهوه، قومي يلا قبل ما تبرد. يلا ايه يلا حياتي، يلا حياتي خليني اعمل معك صبحيه وشوفك شوي قبل ما اروح على المكتب. دي الساعه رح تصير الساعه 8 للوس راح المدرسه. ايه لفيت له على راسه ولبسته وبديته على الاوتوكار. يلا قومي يلا يلا. خواجة. ايه شكرا ممنونة. اخلاك لشو جايبني لهون؟ لما حكينا عاد مورو. اول شي مورو بعده مسكر. ايه مزبوط بعده مسكر وكير. وتاني شي الموضوع يلي بدي احكيك فيه كتير حساس، ما بدي حدا يسمعنا. اف موضوع العصابة وحكينا فيه عند مورو، بس هيدا الموضوع بدنا نحكي فيه يلي بدي احكيك فيه. نعم حسب تقديراتي مستر شريف صعب تطلع من هون طيب. شو؟ بونجور. يا اهلا يا اهلا، يسعد لي هالصباح. تفضلي يا حياتي. سلم ايديك. صايرة عم بتطولي بالنوم الصبح، مالك بالعادة؟ طولت شوي السهرة. في شي يعني؟ شي مثل شو؟ تذكرت وقت كنتي حبلي بللوز كنتي ضلك نايمة.
معقول في شيء؟ من وين يا حسرة؟ ليه عم بتقولي هيك يا حبيبة قلبي؟ أنا بس عم بسأل، عبالي نجيب للوس أخت أو خي. بعد ولاد؟ إيه لا حبيبي، نحن خلينا نربي هالصبي ونأمن له مستقبله وما حدا قدنا. حرام يبقى وحيد. يا حوة أنت عندك خي؟ الله يرحمه. إيش طلع لك منه؟ وأنا خي إذا مش أنا تلفنت له هو ما بيسأل. ما هيك حق بس. بعدين راشد كيف مفكر أنت تجيبه هالولد؟ من وقت ما فتحت هالمكتب تجي على البيت لا من إيدك ولا من أجرك. ما في شي بيجي بالهين، الشغل مع العالم صعب، بعدين حياتي مش أنت هيك مبديك؟ أنا بدي تفتح المكتب لأنت ترتاح. بكرة بس نسكر كل ديوناتنا بيمشي حالنا. بعد في كتير؟ على المكتب رح يخلصوا. ليش شو عنا غيره؟ بعد في التناجر. أخليك إلو قديه مش دقيق ليك؟ أنا حبكيت معه هلأ؟ شفتي؟ عما إذا بدك تثبتيها ما بتثبت. عن جد شي ما بتصدق. بس إنه نازم كيف زابت معه التوقيت على البكلة؟ شو عم تفرنا عم نحكي من الصبح يا عمي؟ يا مخلوقة كأنه عايش معي كأنه عم برقبني. بخبرك شغلة. بيقولوا كل شي بيصير لسبب. بركي هيك عم بيصير معنا تنكتشفونا حقيقتهم. واحد شكيك وواحد خاين. بس لازم نتأكد بالأول. بس إنه معقول روجي ما عنده ثقة فيه لهالدرجة؟ شو خاص؟ أنا كان عندي ثقة عمياء بشريف لحد ما اكتشفت إنه منا مطرحة. إيه بس شريف خانك، أنا ما خنته لروجي. ولا وهو شو عرفه؟ يسألني يستفسر يعطيني فرصة أشرح له. صدقيني رمونة لما تكوني مصدومة ما فيك تعتفرس هيك. لما تحسي إنه أقرب إنسان على قلبك عم بيخونك ويكذب ويخبي، لما تحسي هالقد واطي ومرت ما بتقعدي تفكري إلا بحالك. هلا هيك روجي عم بقول عني؟ حتى لو قال انت ما خنتي بس هيداك في اثبات ضده. طب انا برايي اعطيه فرصه ادواجهي. ولا شو بدي اعطيه فرصه؟ ما الشغله واضحه مثل عين الشمس. حتى ولو المتهم بريء حتى اثبات العكس. حبيبتي هيدا بالمحكمه بالحقيقه مش هيك. بعدين انه انت روجي اعطيك فرصه حتى تثبتي له العكس؟ لانه يعني القصص كيف عم بتصير يعني انا بفهمها لروجي بس يعني كثير عبالهم يعرف الحقيقه. ايه دقي له وفهمي لكن. ايه وصلتي. انه على صحة السلامة كان يفتش لي بتليفوني. رمونا دخلك ما تذكريني بتفتش تليفونات. مش انت ناسية؟ كل الليل ما انا نايمة بليز ما تذكريني. انا مش عم ذكرك. انت ذاكرة لوحدك. يا عمي انت في اوراقها بس انا عم بختني. يا حبيبتي شو بك عم نمزح معك انه هيك من غير جو؟ معلش نايناتنا مثل بعض. ولا بشو؟ نايناتنا منكوبين. لا حبيبتي. انت وروجي سوء تفاهم. أنا في أمل إنه يتوضح بس نحنا خيانة. هلأ كل القصة إنه نجمي عيني مديرة أعمالك؟ إيه يعني أنا في شي بينك وبين مرت عمي ها؟ شغل والتليفونات عطر النفس أنت وياها شو هودي؟ يا رجل التليفونات شغل ما هي عم تدبر لي حفلات. نجمي عم تدبر لك حفلات؟ إيه ما هي جبت السبونسر. يا عيني بش حلو كتير يعني إذا الحفلات مثل سبونسور وأنا رح تاكل يعني ما في شي بينك وبين نجمي لا 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 ما في شي ما في شي ليه عم تحكيني هيك إذا أنا معنا صاحبك ليك أحسن لك يكون عم تقوله مزبوط لصالحك يعني مزبوط بغزة برقبتك هيدي مزبوط وحياة روجي وشريف شو خلاص؟ صافي يا لبن؟ لا ما خلصنا بعد ما بلشنا شو في هلا بعد؟ انت عم بتقول انه انا صاحبك صح؟ صح اكيد شو عندك شك ولو؟ طب كيف انا صاحبك وبتخبي علي هيك موضوع؟ موضوع الحفلات مع نجمة يعني؟ لا الحفلات مع نجوى كرم لك ايه الحفلات مع نجمة؟ انه مفكر تمر علي هيك موضوع يعني؟ ما انا اصلا كان بدي خبرك اي متى؟ بالاول انا خفت اقول لك وما تقبل تفكرني انه ما بدي كمل مع الجماعه وبعدين قلت انا بلكي ما زبطت مع نجمه لشو تخبرك ولبك لك راسك يا حنون بس انا بعدين بس زبطت خفت اقول لك قلت انا تفكرني ما بدي كمل معك بس انا بالعكس بدي كمل العمليه مع الاستاذ وطلع المصريات
لا تفضل الفن. تحت اشراف نجمه مرت عمي. شو بها نجمه؟ نجمه اللي عملته ما حدا قدر يعمله، هي الوحيده رح توصلني اقدر اغني. انت اكيد انه رح تخليك تغني؟ بكره بتحط لك شويه قدام المليشه وبتغني انت وعم بتهوي له. انت قلت لي اللي ما بيخاطر بشي ما بيحصل على شيء، وانا حابب خاطر، بدي يصير فنان خيي. شو؟ صافي يا لبان؟ ما بعرف، ثقتي فيك مزعزعة. هيدي مش أول مرة شريف. يا عمي هيدي آخر مرة، بوعدك من اليوم وبنريح بتعرف بكل شيء. ماشي. عفوقة. أنت شو عرفك بتليفوناتي أنا ونجمة؟ زينة خبرتني. شو؟ مش عرفها زينة؟ أهلا جورجيت. بونجور. بونجورين، تفضلي. شو؟ كيفك اليوم؟ منيحة، كيفك أنت؟ الحمد لله. حماتك بتحبك القهوة سخنة. إيه، 60 عمرها ما تحبني. شو كانت نجسة الله يرحمها. رح جيب فنجان. لا لا لا، ماني عم بشرب قهوة، ضغطي عم بضل عالي. طيب أنا أمتين بحكي عليها؟ أمتين؟ معقول؟ زين عم تنبش لي بتليفوني؟ وليه مش معقول؟ لقيت رقم نجمة معبى تليفونك قدامها، ما حمل راسها. وأنا أقول ليش رجعت لقيتها فلت؟ وحضرتك لا بتتلفن لا بتسأل لا بتخبرها شيء، إنه شو بدك إياها تفكر بنت يعني؟ روجي ما بتفل، بتسألني وأنا بشرح لها. إلا بتشرح لها، إلي لا. لازم شوفها، لازم اشرح لها الموضوع. مش رح تقتنع هلا. ليه بقى؟ لأن لما دقيت لك وحضرتك كذبت علي وقلت لي انك مع زينة، زينة كانت قاعدة حدي. كيف؟ رجيم عقول راسك تقعد مع زينة وبدي قلي تسألني وينك ومع مين؟ انه بصر انا انه رح تطرقني كذبة قد راسك؟ يعني زينة هلا شاكة فيي، وانت لما جيت خبرتني؟ لأنه أنت معي هلأ كتاب مفتوح، ما بتخفي عني شيء. دخيلك روجيه، ما قلي غيرك، أنت بدك تفهمها شو صاير. شو بدك ياني إلا؟ مخبى علي أنا صاحبه وصديقه لأنه عنا أشغال قلقانة مع العصابة؟ ارجع لك ركض والله. ألف لك خبرية تانية، ما أنت بتعرف تكذب. أكل! هلأ صرت عم تترجاني كذب لأنه في عندك مصلحة؟ آخر مرة، آخر مرة. اصلا لو شو ما قلت لها ما رح تصدقني. بدها تقول انه انا صاحبك وعم ستر عليك. طب احكي مع رامونا ورامونا بتقنعها. ما تجيب لي سيرتها هديك المصلحجيه الثانيه. رجعتوا تخنقتوا؟ بعده عم بيحكيها هديك ما بيتسمى، وابصر شو عم بيصير من ورا ظهري. ليك روجي يا حبيبي، انت عندك رامونا و15000 وحده غيرها، انا ما عندي غير زينه وما بدي غيرها وما الي غيرها. وكون بعلمك اذا ما رح يمشي الحال في كثير قصص رح تتغير. عم تهددني شريف؟ اعتبرها شو ما بدك، شيء إلا زينة. أنا شو خصني؟ أنت؟ شو بدي بالمرأة؟ بس أنا تعملني خيّن قدام زينة مش حتمرق. والله يا طير وبقى لك ريش، لك روح. أنا الصحبة. دخليك، سيرته مثل سيرة الحياة، بنبلش وما بنعود نخلص. تشربي عصير؟ لا لا لا، عادي عادي، تعمل لي حرقة. ماني عم بعرف انت وينك مختفية، لا بتحكيني ولا بتوصيني عغراض. مشغولة. بشو؟ حدا بشي؟ بعيد الشر. لا، بس عم بشتغل بإدارة الأعمال. أي أعمال؟
مستلمي مطرب عم سوقه ودبر له حفلات. ومين هو هالمطرب اللي مستلمتيه؟ يي المطرب شريف عبده، ما الأفيشات معبيين الدنيا، معقولة ما شفتيهم؟ الأفيشات تبع المليشة؟ ايه بلا شفتن شفتن، منكن حاطن ليافطة طولها 3 دروع عشريت مقابيل البالكون. ما قلتلك معبيين الدنيا مشتركين مطرح. طيب هلأ مين هو هالمطرب اللي انت مستلمتيه وليش يعني انت؟ لأنه أنا عندي ثقافة عامة وبقرأ كتير. شو بتقري؟ مجلات وأخبار الفن، بعدين أنا علاقات العامة كويسة. بس أنا بعرف أنه مدير العامة. لحيلك جورجيت بلا هالموضوع، هلأ أنت بفهمك بالفن؟ أنا شو بفهمني بالفن؟ ما بالزمانات قبل ما أتعرف عبابيك كنت غني. رح أعمل لك فنجان قصعين، هيدا منيح للضغط. لا عادي ما بدي قصعين، أساساً أنا كنت فالة. عادي بدي اطمن عليكي، أنت هلأ مبسوطة؟ كتير. الله يرزقك ويجيب الشغل. شغل قد ما بدك، مثل النار، مش عم نلحق. والله؟ ما حطيت لك اليافطة قدام البالكون، معقول ما قريتيها؟ بلا قريتها، بالأول فكرتها عرض على الدجاج، بس عرفت عن الحفلات صرفت نظر. ليه انتو ما بتحضروا حفلات؟ بابيك قلت ما بيحب الحفلات. روحي انت لوحدي؟ ايه شو عليكي؟ ما بعرف فكر. ليك جورجيت انا بدي كرمالك، هلأ ب$50 بتحضري مع عشا وبتتصوري معه اذا بدك، بس بعدين لما ينشهر ولا ب$500 فيك تشوفيه. شو قلتي؟ طيب خليني امشي. لا خليكي، ما انت مشغوله ما بدي الهيكي. لا 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 اصلا انا اليوم مش طالع بايدي شغل. اساسا انا ما راح طول، معي موعد ما بدي اتاخر. لوحدك؟ واينا مين؟ صاحبتك زينة. بشغلة. ليش عم تسالي عنها؟ انه بطلت الناس تسال عن بعضها وماشي حالك انت وياها. كيف يعني؟ يعني اجت لعندك مثل القضاء المستعجل ولبست فرد لبسه وبطلت تعرف تفل. صاحبتي ومبسوطه فيها. ايه الله يديم الوفق. بس انه بدها تطول يعني هون؟ ما بعرف. انه هي زعجتك بشي يعني؟ شو حملتها على ظهري؟ انا بدي كرمالك. اكلك ذوق. دخلك هي بعدها بشغلها؟ لا شو هالسؤال؟ كيف ساكتين لها؟ كيف يعني كيف ساكتين لها؟ ما بتضل غايبة؟ إنه شركة تحترم حالها تتساهل هالقد مع الموظفين؟ يي؟ إذا هني راضين أنت شو فارقة معك؟ أنا بشو بدها تفرق معي؟ يصطف له بطيخ يكسر بعضه. ليكي نجمة؟ مش ملاحظة إنه كتير عم تسألي سؤالات عن زينة؟ أنا بسأل عنها هيك مجاملة. يكبر قيمتك يا نجمة، صاحبة واجب. هلأ طمنتيني إنه هي منيحة وعم تشتغل. إيه طمني عم تشتغل وبشغلة. تشتغل بالعالم. شو قصدك؟ تفضل سيدنا، هدول الملفات. شو سيدنا؟ مين قررت تبعت؟ والله يا عزيز الشباب كلهم عظيمين ووجوههم مش معروفة، بس مش هون المشكلة. وين المشكلة سيدنا؟ مشكلة كيف؟ مثل ما كنا نعمل سيدنا، نحن منعرف كم حدا من العصابة ومنعرف لوين بيترددوا، نبعت لهم كم شاب من شبابنا على أساس إنه هن مطلوبين للعلاقة. لا 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 لا. ليش لا؟ عبال ما ينتشروا شبابنا بيناتهم وهوليك يوثقوا فيهم القصة بتاخد وقت. قلتلك عزيز اجتنا معلومات انه الجماعة عم بيتحضروا العملية كتير كبيرة وما معنا وقت. لكن منعمل مثل ما بيعملوا. كيف يعني؟ العصابة سيدنا شو بيعملوا؟
شو بيعملوا؟ ليضمنوا حالهم يوصلوا العدالة. شو بيعملوا؟ شو بيعملوا؟ لما ينكمشوا. شو بيعملوا؟ عزيز هلا مش وقت حزازير. شو بيعملوا؟ بفوتوا علينا بناس من جماعتنا بالسلك يعني؟ ايه بالسلك. بيتلقطوا بواحد بالسلك فاسد بيرتشي بلفوه وبيسرب لنا معلومات غلط. هيك شو بدنا نعمل فيهم؟ بياخذوا احتياطاتهم. طيب يعني نحن هلا بدنا نشوف واحد بالعصابه فاسد وبيرتشي وبدنا نلفه؟ لا لا مش هيك قصدي سيدنا. هالمره انا ما عم بفهم عليك. على افراد العصابه من ارضنا ما رح نقدر نفوت. منفوت عن طريق اصحابهم ومعارفهم. وشو بنعمل بمعارفهم واصحابهم؟ بدنا حدا من معارفهم ناخده من يمنا. هيك بصير يسرب لنا معلومات من دون ما يشكوا فيه. يعني منكون عم نلقط دينتنا هيك. عفاك؟ إذا فتنا على معارفهم وأصحابهم بيكون هيدا الباب الوحيد يلي بيخلينا نوصلهم وعالسريع. جيبوا سيرتي عني انا بتقولي هالحكي؟ نجمة بس عيب عليكي، انا اللي كنت فكرتك صاحبتي. نجمة ولا كلمة ولا حرف. عيب عليكي. كيف 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 ولك كيف كيف تقدر تفكري فيي بالعاطل؟ كيف يعني كيف بدك انا افكر؟ يعني حطي حالك محلنا. اسألي استفسري استفهمي. ما بتحكي قد قاضي معزول خسري علي كلمة. طيب اوكي معك حق، حقك علي. حقك علي؟ شو اكلت انا لشربت؟ ماني عم بشتغل مثل الحماره. كيف 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 الكم عين؟ كيف الكم عين؟ ليك انتو بشو بالكم؟ ما توخزيني يا عمي خلص غلطنا. ما بدها هالقد، ما بدها هالقد، ما بدها هالقد. لكن بتشوهولي سمعتي وبتنزعولي صيتي وما بدها هالقد. خلص يا عمي خلص، بعتذر 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 عني وعن كل اللي فكر عنك بالعاطل. سوري سوري. هلا هيدي السوري رح تردلي اعتباري؟ طب شو ما بدك نحن مستعدين. بدي اعتذار علني. كيف يعني؟ يعني بتتصلوا بالصحافة وسائل الإعلام وبتعتذروا مني هيك يعني؟ وسائل الإعلام ما بدها هالقد نجمة. وإذا ما بتعرفي حدا أنا بتصل بوسائل الإعلام وبخد لك موعد. يا نجمة بالإذن. صار معي مشكل من قبل الضو يا فتاح يا رزاق. صار لك زمان وصلت؟ هلا بعدني واصل، بس انا كمان صار معي مشكل بالاحرى مشاكل. انا بدك تقول مش مشكل مشكل يعني، بس سوء تفاهم. بس انا قبل ما اجي حليت الامور مش هيك تاخرت. وانا كمان سوء تفاهم. ليك الصدف مشكل معك ومشكل معي. انا بقول هيدي عين، شايفيننا عم نركض وعم نشتغل والحمد لله الامور معدن. الامور شو؟ ولك معدن معدن يعني حديد. يعني شي منيح. اكيد بس ضروري ناخد حذرنا. بتعرف في ناس عينها فارغة. عينها شو؟ فارغة فارغة يعني بتصيب بالعين. هيك يعني فارغة؟ ولك شو قصتك؟ ما عندك ثقافة بالمرة.
منيح اللي انتبهت لهالنقطة. بكرة بالمقابلات أنا بطلع بعمل حديث مع الصحافة عنك. أي مقابلات؟ يا ربي بالمرة أنت ما فهمين شي من شي. ولك ما بدنا نعمل لك حملة إعلانية لنطلقك ومؤتمر صحفي وكل هول. خلص خلص على كل حال الموضوع مش مهم، انسيه. أنت غني وترك الباقي علي. حاضر. أنا بدي أطلب غدا، بعدنا على فنجان قهوة من الصبح. يا حرام، أنا حتى فنجان القهوة ما شربته. ما خبرتك صار معي مشكل. ست نجمة مش عارف كيف بدي أقول لك إياها بس شو في قول؟ أنا مش حامل. ما تعتلهم أنا حاملة. بونجور. أهلا. شو بتحبوا تاكلوا؟ لحمة، دجاج، سمك؟ دجاج منيح. لا دخيلك أنا صرت معقد من الدجاج. سمك. وشو بتحبوا تشربوا؟ عرق. منيح العرق مع السمك. عظيم، بجنن. وشو بتحبوا تسمعوا؟ موسيقى رومانسية؟ لا لا شو رومانسية؟ لا 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 لا. إذا شي منيح الهوارة. أغاني وطنية مش أحسن؟ ايه احسن شيء الاغاني الوطنيه. اغاني وطنيه. ايه وطنيه. ايه ان شاء الله ما يطول الغدا، انا لازم اكون بالبيت قبل ما يرجع الصبي من المدرسه. لا ان شاء الله ما بيطول. تاني مرة بتحطوا كذا سيارة بكذا محل لحتى إذا أخذ طريق تاني تكون في سيارة جاهزة تلحقه. صح. مزرعة؟ مزرعة شو؟ طيب بتراقبوا لي المزرعة وبتحطوا الشباب يتناوبوا على مراقبتها ليل نهار، وأي حدا بيدعس المزرعة بدي أعرف من هو. ما بفهم، اخلقوني عناصر. أهم شيء الحنون. أهم شيء الحنون. إيه بتراقبوه منيح، بدي أعرف كل تحركاته. ماشي، يلا مع السلامة. مع السلامة. طمني. زمط هالمرة حنون. الهيئة كتير مهم لحتى محطاط هالقد. بسيطة سيدنا، خيرها بغيرها. ماشي الحال. وشو قصة المزرعة؟ الشباب رصدين تحركات بمزرعة الدجاج، في ثلاثة من اللي عم نراقبهم عم بيترددوا على المزرعة. بس يا سيدنا هيدي مزرعة الدجاج، بيتردد عليها 100 واحد بالنهار، بدك تراقبهم كلهم؟ كلهم، لحتى أعرف مين له علاقة ومين ما له علاقة. معقول يكون هيدا وكرون؟ ما في شي بعيد، بس أنا أكيد إنه عندهم مركز بيجتمعوا فيه هون ببيروت. إذا هيك هويني. مش هويني أبدا عزيز.
أنا قصدي سيدنا مثل ما عرفنا بمزرعة الدجاج قادرين نعرف وين ميكرون ببيروت. عزيز نحن أخذت معنا شهر لقدرنا نوصل للمزرعة، يعني الجماعة عارفين بالضبط شو عم بيعملوا، أخذين كل احتياطاتهم. طيب برأيك قديش نحن قادرين نضل نراقبهم؟ القصة عم تتشعب كتير، نامنا نجيب عناصر للمراقبة. كرمال هيك قلت لك إنه لازم نزرع حدا من عنا بيناتهم. رح يبج راسي. عزيز تعمل لي قهوة بليز. بسيطة سيدنا روق، ما تعصيب، انت عم تعمل وجباتك وبزيادة. مش بإيدي عزيز، مش بإيدي. مش فنجان قهوة بدي أعمل لك، بدي أعمل لك ركبة قهوة. بعدين ليك سيدنا بكرة بس نكمش هون لا أعمل لك إياه هون بروستد والله. برمك. إنه هلأ دقت بعينك صورة الفروج؟ وليك ما صورة الفروج أكبر من صورتي، ما كنتوا صغروها شوي؟ إيه بس كل الأفيش عم يحكي عنك، الحفلة والمطعم والحجز. وليك ما بتطلعي بالأفيش بتشوفي من ليش تفروج هاي هلقد اللي بيقطع على الأستراد ما بيشوف شي غير هايدي، والبقوا يعطيك العافية. منطقياً الزلمة ليه بده يدفع مصاري إذا ما بده يعمل إعلان لإله مثل ما بده؟ أنت شايفة إنه هيك منيح؟ نحن بدنا ناكل عنب ولا بدنا نقتل الناطور؟ انا ما قلت شيء بس مارو مارو وين الطلبيه؟ لانه مستعجلين شوي. اي طلبيه؟ الغدا. اي غدا؟ بك يا خيي ما الطلبيه اللي طلبناها من شوي من ساعه. من مين طلب؟ من الجرسون الجديد اللي لعندكم. اي جرسون؟ هاي عم بيعمل احصى. شو عم بيعمل؟ احصى احصى بالمرة انت شريف. احصى يعني الناس شو بتحب تاكل شو بتحب تشرب. يعني ما طلبت لنا الغداء؟ لا شو بتحبوا تاكلوا؟ ايه انا ما بقى لحق خلص بلاها بعد بدي امروا على محروس. ايه بلاها. على فكرة مين محروس؟ محروس صاحب الملاشي. اسمه معروز؟ ايه مهم شو كنا عم نحكي؟ عن صورة الفروج. الزلمي عم يحكينا بألفات الدولارات لينتجنا فيديو كليب منقوم منشارعه على الفروج. يعني بكرة بالفيديو كليب بدو يتحش الفروج معنا؟ ما بعرف بس إذا عم قول إذا إلك عين تقلو شي يعني بركة أنجر معه الزلمي ويقلنا رح أعمل فيديو كليب لفريريجي وإنتو روحوا بلطوا البحر شو منعمل ساعتها؟ لا دخيل عرضك ما لحقنا ننبسط. قصدك ما وصلت فرحتنا لقرعتنا. شو هي؟ لا بدك فت خبز منيح جرصة انت بالمقابلات شريف. طيب 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 اوكي مثل ما بدك. حاضر عظيم لكن خلينا هلأ نحكي بالاشياء الاساسية حاجة نضيع وقت. نعم تفضل. ليك شو بدي منك؟ بديك تتحضر كتير منيح للحفلة ما بدي نتبهدل. هيدي أول حفلة لإلك معنا، بدي كل العالم تاني يوم يحكوا فيها. ما تحت الهام، عندي ريبرتوار غير شكل. ما في زوم لأنه ما في محل تصفه. شو هيدا؟ هيدا الجيب ريبرتوار يلي عندك. يا عيني. ريبرتوار يعني البروجرام اللي بدي غنيه بالحفلة. المهم هلا، بمرق أنا عليك وباخدك بسيارتي، قطع لي هالكم حفلة بعدين رح عين لك اثنين بادي جاردية يحرسوك. ايه بس برأيي مش ضروري البادي جاردية يعني. انت مشيت على رأيك كل هالعمر حفلة باسمك ما قدرت تعمل، إذا بتريد اتركني اشتغل. حاضر. لهالدرجة؟ قلت لك يا أستاذ زمط منه زميطة. أكيد ما حدا لحقك من هون؟ ما حدا لحقني، ما ضليت افتل افتل، اطلع بتاكسي انزل من تاكسي تا بالآخر جيت لعندك. هنون. ايه. شغلي ما بقى تحمل مزح. الجماعة رح يغيروا فكرهم. وإذا مش نحن اشترينا المصريات في 100 واحد غيرنا بيشتريهم. يعني لازم نسرع العملية؟ الكاش معنا ما كان بيكفي بس هلأ مش الحال. اللي بينقصنا ناس نعرفهم والدولة ما تعرفهم. في هيدا النصاب وصاحبه المزيكاتي. لا 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 هودي مش خارج. وكيف مش خارج؟ ما أنت قلت لي يا أستاذ إنه بدك ياهم ينفذوا العملية وبالعلامة شرحت له لروجيه كل شيء. شو شرحت له؟ شرحت له إنه يدبر زبون معه مصاري وكل 100,000 ببيعها ب 400,000. شو نبعت وراهن؟ ما بعرف
إذا خايف يفركشوا لنا العملية. مش قصة يفركشوا لنا العملية يا حنون. لا ما بيعملوها هني. بيعملوها بيعملوا بيا. بس مش هذا السبب. شو السبب لكن؟ يا أستاذ رجع عم بيصحوا على الطالع وعلى النازل، والمرة الماضية بقى تبعتهم يعملوا عملية اللوحة، فاتوا على البيت وما قدروا يسحبوها. عودوا انطري، بدهم تعك. طيب يا أستاذ إذا مش رح تستفيد منهم بهيدي العملية، بعتهم شو بدك فيهم؟ هودي الشابين بعدهم خام وبعيد عن الشبهة. فإذا منيح للعملية؟ مش منيح بس، عظيمين. رح يجنني، فإذا ليش ما بدك تبعت وراهم؟ أول ما بلشت المصلحة كنا أربع شباب، كنا أولاد. كنت زقيت وخفيف، ما في عملية خطرة إلا ما أنا روح واطلع منها مثل الشعر من العجينة. وفي مرة كان مفروض أربعتنا نلاقي الشخص اللي كنا نشتغل نحن وياه، شغلة خفيفة خفيفة كتير وما فيها خطر. ورحته؟ قبل ما روح على الموعد في شي صوت هيك براسي قال لي لا ما تروح. ما رحت، رفاقي راحوا، شبابني اللي بيحبون قلبك انكمشوا وفاتوا على الحبس. يا ضيعان الشباب، مش حرام؟ وهلا مع روجيه وصاحبه نفس الصوت اللي كنت عم بسمعه، عم بسمعه هلا وبيقول لي لا. قال صورة الفروج كبيرة أصغر من هيك. ببطل فروج عمي بيصير صوص. وشي 2 كيلو فخاد يا صبي. 2 كيلو فخاد. هلا اتني سؤال، والعجوزات بالمطعم كيف؟ منيحة، نحن شي 15 شخص لحد هلا، بس في وقت. عاملين عرض على جوانح، بعبي لك شي 2 كيلو؟ 2 كيلو كتار، ولا اقول لك يلا عبي. يا صبي 2 كيلو جوانح. هلا اتني نحن بنطلع لنا شي 20 شخص، خلينا نشيل لنا طاولة على البيس. وشي كيلو قصبة. انت مش عاملة طاولة؟ معلوم عاملة، بس مش عارفة لمين بدي اقول. وعالبيس؟ ايه عال... ايه ليك مشيلي شي فروج مش عاملة غدا، بركي باخده معي. تكرم عينك تفضلي، مشيلي فروج مش بغير شكل للست نجمة، وكتر لي الكبيس والتوم. فضلي عادي، يلا 5 دقايق 10 دقايق ماكسيمول بكون حاضر. ايه انه انت راضي عن التحضيرات وكل شيء؟ ايه التحضيرات بجننوا. انا عملت جهدي يكون كل شيء مرتب، بتعرفي في اسم الملاشي بدها. ولك انت على سلامه عينك، يا ريت الكل مثلك. انه انت واثقه منه للشاب، بخاف ما يطلع جادة. انا ما بحط ايدي تحت بلاطته لو ما كان موهوب. على كل حال اذا بدك فيك تجتمع فيه وتحكي انت وياه هيك بتطمن. ايه عين بركي اليوم بعد الظهر بشوفه. هلا بعطيك رقم تليفونه. ليش مش جاي معه؟ ما بقدر، ما بيرجع للوس من المدرسة، ما بين غدي وارجع درسه شوي طار النهار. طيب بس انت شايفة انه منيح؟ ولك منيح منيح، هلا هو بنق شوي بس فنان. اهم شيء بيض له وجنا. ولو عندك شك بنظرة الفنية؟ لا لا ابدا. انا عم اقول لك هيدا الشاب دجاجة بتبيض ذهب.